السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اتحبني. في الحقيقه قبل ما نتكلم عن الحاله اللي معنا النهارده احب انوه ان الكتاب المقدس علمنا ان اذا تالم عضو تتالم معه جميع الاعضاء. وبما ان احنا اعضاء في جسد المسيح فالسيد المسيح بيهتم بينا كلنا وادانا ان احنا ازاي نشارك بعضنا بعض. يا بنشارك بعضنا في الفرح يا بنشارك بعضنا في الحزن زي ما قال الكتاب: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. في الحقيقة احبائي احنا الحلقة اللي فاتت كنا عرضنا لحضراتكم حالة لأختنا نجلاء تقريبا 23 سنة مصابة بفشل كلوي ومحتاجة زرع كلى. في الحقيقة احنا جات لنا اتصالات كتيرة وجالنا متبرعين كتير، لكن للأسف فصيلة الدم بالنسبة للمتبرعين اللي جم مش متوافقة مع فصيلة دم أختنا نجلاء، وبالتالي احنا ما زلنا بنشيدكم طبعا ان اللي عنده استعداد ان هو يجي ويتبرع بالكلية اللي مطلوبة برضو يتواصل معنا حتى نيجي في يعني نشوف ايه الفصيلة المتوافقة معها. العملية تقريبا محتاجة 120,000 جنيه. فطبعا يعني غير زرع غير الكلية برضو محتاجين 120,000 جنيه للعملية. ولذلك احنا ما زلنا معاكم في هذه الحالة لحد ما ربنا ان شاء الله هيوفق نجلاء في الكلية اللي مطلوبة وان شاء الله هيسدد كل احتياج. حلقتنا النهاردة احبائي عن حالة من أسوان وحاليا مقيما في اسكندرية. حالة طفل عنده 2.5 سنين ومصاب بكانسر في العين. في الحقيقة هو فقد إحدى عينيه نتيجة هذا الكانسر، ولكن العين الثانية هي دي اللي ابتدت تتلقى العلاج وما زالت تتلقى العلاج لحد النهاردة. كل اللي بيتعمل ان الأطباء بيحاولوا تحجيم حجم السرطان لأنه سريع الانتشار، فبيحاولوا يقللوا حجم هذا الانتشار عن طريق عملية اسمها تبريد للعين. دي بتتعمل تقريبا عملية كل أسبوع أو أسبوعين على حسب حالة انتشار المرض وحسب ما بيقرر الدكتور عمل هذه العملية. في الحقيقة العملية الواحدة بس بتتكلف 1300 جنيه. الأب بيعمل عمل باليومية طبعا ما عندهوش المقدرة ان هو طبعا على المصاريف الجامدة دي. ده غير ان هذه العملية على حسب الاطباء ما قالوا ان الحجم الانتشار ده بيقل او يكاد ينتهي في سن 7 سنين، وبالتالي هو عليه من 2.5 سنين لحد 7 سنين هيكون في فترة طويلة جدا من العلاج. عشان كده احنا ياريت الناس اللي بتسمعنا دلوقتي واللي بتسمع البرنامج، وانا عارف ان في ناس محبين جدا بيبقوا قاعدين مخصوص للبرنامج دوت علشان يشوفوا الحالات اللي محتاجة فعلا، ان هذا الطفل هيحتاج فترة علاج طويلة يعني هتستمر بتاع حوالي 5 سنين. فطبعا الله يكون في عون الاب والابن برضو هذا الطفل، لكن احنا بنعرفكم ان فترة العلاج هتبقى في حدود 5 سنين. طبعا انا عارف طبعا ان ربنا بيسدد كل احتياج، وانا عارف طبعا ان زي ما ربنا عارف الحالة دي اكيد ربنا بيحنن قلب الشخص اللي بيساعد في هذا الامر، لان زي ما احنا قلنا احنا كلنا بنتألم من اجل بعض. أحبائي دلوقتي هنشوف مقطع الفيديو الخاص بهذه الحالة، وبعد ما هنشوف هذه الحالة هنرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل بيها باقي الحلقة. فوق 60 عملية. المرض كان هيوصل للعصب فقدرني شالي العين.
علاج كيماوي ما نقدرش نستنوا عليه ولا حتى مش شهر ولا يوم. هتحبوني معاكم النهاردة في بيت الطفل كرولوس من المندرة في اسكندرية. هنتعرف على أهله ونسمع منهم حكاية كرولوس. حضرتك والد كرولوس صح؟ ثروت. أستاذ ثروت. وحضرتك متعرف بيكي؟ جدة كرولوس. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ممكن حضرتك تحكي لنا بالظبط بداية المرض مع كرولوس كانت إزاي؟ هو يعني من سنه وصل سنة كده جاله زي حول. او يعني حاجه بتبرق في عينه كده. فاحنا ودينا الدكاتره هناك عندنا. فين حضرتك؟ مش من اسكندريه؟ لا في اسوان. اسوان. ففي دكاتره قالوا ده يعني عنده مثلا بغشاء، نازل بغشاء على العين. يعني هو كان مولود كده. بس انتوا ما حسيتوش غير بعد سنه؟ ما حسيناش عشان كان طفل صغير ما نجبان. واخذنا بالنا لما يمسك الحاجه زي كده بيجي يقربها على عينه شويه عشان يشوف. بس فدكاتره عندنا قالوا حاول، واللي قال غشاء على العين. فجينا هنا بنكشف عليه، راح دكتور كبير راح قال ده عنده كانسر في عينيه سرطان. فحولنا على دكتور على طول هنا. حولنا في كذا مكان ورحنا 57 ما لقيناه، يعني ما لقيناش مكان. قالوا لنا استنوا الدور. يعني انتوا رحتوا المستشفى 57 انكم تدخلوا؟ قالوا لنا استنوا الدور. احنا سالنا الدور قالوا ممكن يكون بعد شهرين بعد ثلاثه، حسب هتطلع، حسب ما تطلع حاله. الدكتور يعني اصلا قال يعني قال انتوا تلحقوه النهارده قبل بكره، يعني ما نقدرش نستنوا عليه ولا حتى مش شهر ولا يوم حتى. فكنا في حاله يعني ربنا يعلم يعني. طيب والدكتور بقى عمل ايه بقى هنا؟ استنى بقى معاه علاج كيماوي وحقن. عمل له حجم يعني قاعد عمل له عمليات فوق ال يعني فوق 60 عمليه، حجن وليزر وتبريد. تبريد دي كل 15 يوم. ده ايه التبريد؟ تبريد زي جهاز كده بيكوي زي النار، يعني حتت مثلا الكوره بتاعت الورم بتبقى باينه في عينه فبيكويها. بيعمل لها مثلا يعني بيحجبها مثلا او عمليه كي يعني ما اعرفش. بس فهلا لا ده كل 15 يوم يعني من كل 15 يوم بيعمل العمليه دي. يعني ده ساعات كان يعني ساعات ممكن كانت تخش يعني كل اسبوع يقول لك عشان يلحق المرض، يسيطر على المرض قبل ما ينتشر. ف يعني حتى العين اللي شالها دي هو شايل العين، فحاول فيها كتير. فيعني المرض كان هيوصل للعصب فاضطر يشال العين علشان المرض ما يوصلش للعصب. فهو دلوقتي بيعالج العين التانية. هو يعني العين التانية فيها نفس المشكلة. فيها نفس المشكلة. فهو بيحاول يعالجها، لان يعني مش عارف يشلوا عينه التانية حرام. يعني هو دلوقتي برضو مازال كل 15 يوم بيعمل العمليات دي. وغير ده بيعمل له ليزر الدكتور في الميري على يعني على حساب التامين الصحي. وغير عايز عمليات حجن في الشرايين تاني، يعني دي بتبقى ثلاث عمليات. العمليه يعني بتخش في 12000 جنيه. وفي مصر العمليه دي ب 25، يعني هنا ب 12. يعني هنا في اسكندريه ب 12 وفي مصر ب 25. مصر ب 25. وكل العمليات دي كلها بنعملها في مراكز خاصه، مش بنعملها يعني على يعني يقول لك الجهاز عطلان مش عارف ايه. وفي حاجات في اجهزه مش في الحكومه، مش في التامين او مش في يعني احنا عاملين له تامين صحي وعاملين كل حاجه، بس ما فيش يعني فيش امكانيات. طيب انتوا ما كشفتوش على باقي، يعني يكون المرض انتشر في اي جزء تاني غير عينيه؟ عاملين شعر اشعات مسح ذري كل فتره بنعملها له. دي لوحديها ب 1000 يعني ب 1850 جنيه. بس عشان تبقوا متاكدين يعني مكلفه بتبقى وبينتشر. اي بابا ماما قاعده اهي موجوده اهي. هي مكلفه العمليات جدا. لما كنتوش تستمروا في العمليات دي يعني هشيل التمن. حرام ان نشيل التمن. ربنا ما يسمحش ان شاء الله. اصلا مش هتتحمل يعني. انتوا شالوا واحده وحالها بقى حال، ما بال ما يشيلوا له التمن.
ربنا ما يسمحش ان شاء الله. طيب هو الكنيسه ساعدتكم او بتقدم اي مساعده ليكم؟ ساعدتنا الكنيسه. يعني لما بتطلبي من حد حاجه بمره واتنين ما بيساعدكيش زي الاول. ما طبعا المصاريف كتير. طب انتوا ما فيش حد تاني قدم لكم اي مساعدات؟ لا ما فيش غير كنيسه الطبيعه اول مدينه بس حاجات بسيطه يعني. عشان كنيسه الطبيعه على جدي. في ناس كتير بتساعد بس هو يعني المشكله اللي بيساعدك مره مش بيساعدك تاني وغير كده يعني المساعد ده بيساعد بجزء وده بيساعد بجزء وده بيساعد بجزء. يعني مش كل واحد بيساعد بالمبلغ كله. واللي بيساعد يعني لو ساعد حد بمره بالمبلغ كله بيجي بعد كده يقول لك العمليه تقيله انا مش كديها. طبعا المبلغ كتير وهو يعني محتاجين مساعده محتاجين على طول كل 15 يوم هو بيعمل نفس العمليه. لان ده يعني المرض ده ما بيوقفش الدكتور غير لما يوصل 7 سنين سنه. المرض ما بيوقفش غير لما يوصل 7 سنين. الدكاتره قالت ان 7 سنين بعد 7 سنين بيوقف يعني بيحاول يحجب ويوقف يعني مش هينتهي. يعني لو احنا لحقنا نعالجه لحد 7 سنين هو لا خلاص ما هو بيعالجه يوقفه بس ما بيثبت خالص وينتهي خالص يعني عند 7 سنين. هو دلوقتي عنده كام سنه كله؟ هو دلوقتي عنده سنتين وبتاع يعني 3 شهور ولا 4 شهور. يعني 100 سنه صدقيني يعني حتى شغل مش بعرف اروح الشغل. حضرتك يعني بتشتغل هنا؟ بشتغل يعني بشتغل يوميات يعني حاجه زي كده. طب بقالكوا فتره كبيره في اسكندريه؟ لينا سنه كده من ساعه الا جبني لينا سنه يعني. بقالكوا سنه موجودين سنه بالظبط ومأجر شقه وكل حاجه مكلفه يعني. وخلال السنه دي حضرتك ما لقيتش شغل ثابت انك تقدر بشتغل يعني انت حتى لما يعني بتشتغل عند حد يعني مجرد ما بتغيبي يوم احنا يعني يوم بنروح عند دكتور الاورام بنكشف يوم بنروح نحلل ويوم تروح عند دكتور العيون ولو في عمليه تبع ليزر او اي حاجه فبتاخد اليوم عشان تعملي في الورق مثلا لو في المستشفى او حاجه زي كده. فكل ما تشتغل عند حد مثلا بيقول لي انت يعني. ما تنفعش تشتغل. ما ينفعش ان هو يغيب الايام دي كلها وما ينفعش يسيب مراتي لوحديها لان هناك يعني اغلبيه المعامله بتبقى عن طريق المستشفى الميري. فهناك الممرضات نفسهم اسلوبهم مش كويس مع اي حد. طيب حضرتك عندك اولاد تانية غير كرولوس؟ معايا ميخا. طيب ميخائيل اللي عنده كام سنه؟ عنده سنه 6 سنين يعني. 6 سنين دخل السنه دي المدرسه. بس ميخائيل كويس هتدخلوه مدرسه هنا؟ وعملنا له تحليل كمان خوفنا لحسن عشان تتاكدوا. عشان نتاكد انه وهو كويس الحمد لله. طيب الحمد لله ربنا يخليه. ايه الطلب الرئيسي لحضرتك دلوقتي؟ هو يعني انا عايز اعالج ابني دي اول عن اخر يعني هو يعني اكتر حاجه هو اللي جابني هنا وتعبنا يعني احنا في السنه دي اللي متجوز ليا 6 سنين ما تعبتش اكتر سنه اتعب فيها السنه دي يعني عشان المرض ده مكلف بياخد فلوس ما لهاش اول ولا اخر يعني كل الناس بتساعد ناس كتير بتساعد وتعبنا يعني من كلام من طلبك انت للمساعده من حد احنا متعودناش على كده يعني مش حضرتك طلبت قبل كده مساعده من كتير صدقيني وفي ناس بيجت كويسه في ناس يعني تكلم الكلام مش كويس في ناس يعني حتى لو اديت لك الفلوس بيديها لك بطريقه تحسسك ان انت مش عارفه اوصف لك. طب يعني حضرتك طلبك الاساسي انك اعالج ابني وانا كرولوس ويعني عشان هنا في البلد دي ماليش مصدر رزق فمش عارف اقضي طلبات ابني ولا اقضي يعني ايه مش عارف يعني نقدر نقول برضه ان حضرتك محتاج شغل يعني تلاقي شغل يعني ثابت بحيث انك تقدر تصرف على البيت غير كده هو محتاج يعني زي حاجه مشروع صغير كده يعيش منه علشان خاطر لما يطلع مع ابنه يروح العمليات والمستشفى بتاع طبعا لو حتى الدكان في حاجه اجر له دكان انا حاطط له اي حاجه كده يتاجر فيها فهيكفل مش هيحدش هيتكلم معاه لان ده مصدر رزقه هو عامله هو فاتحه طبعا يعني بقى في شغل محتاج لشغل محتاج احنا عندنا في بلدنا كنت بشتغل يعني بصي احنا يعني الحمد لله كنا مستورين وما كناش يعني بس هي تجارب من عند ربنا كلها الحمد لله يعني الحمد لله نشكر ربنا على كل حاجه اكيد طبعا فهو موضوع كبير عليا طبعا لا هي مصاريف كتير طبعا تعبنا جامد يعني احنا بنلف ونسمع من ده كلمه كويسه ومن ده كلمه بس كنا مجبورين علشان الولا بعينيه لا ان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله
بعد ما شفنا أحبائي هذه المقطع من الفيديو وهذه الحالة اللي انتوا سمحتوها دلوقتي، طبعا احنا بننشطكم كلكم. في الحقيقة الحالات المرضية دي بتحتاج تكلفة عالية جدا من العلاج. احنا عارفين طبعا الظروف الاقتصادية اللي من دول مش كويسة، مش بتخلي الناس تبقى قادرة على سد هذه الأعواز، ولكن زي ما علمنا السيد المسيح دايما وعلم تلاميذه ان ازاي ان السيد المسيح كان بيسد أعواز المحتاجين، زي ما قال بولس الرسول في رسالته الى اهل كورنثوس الثانيه لما قال ان هو فرق واعطى المساكين. احبائي احنا بنختم معاكم حلقه النهارده بهذه الحاله، والتليفونات موجوده لحضراتكم، تقدروا تتواصلوا معانا مع هذه الحالات. برضو لو في حد من المستشفيات او الدكاتره اللي هم يقدروا ان هم يساعدوا معانا في القناه او يساعدوا في هذه الحالات، يا ريت يتواصلوا معانا في القناه ويقولوا لنا ان احنا نقدر ان احنا نبعت لهم سواء حالات او نبعت لهم مرضى. طبعا احنا بنشكر الكل، واحنا وانا على ثقه ان الكنيسه كلها بتتجمع كلها في بوتقه واحده، وزي ما كان السيد المسيح بيعلم التلاميذ ان التلاميذ كانوا كل حاجة مشترك بينهم وكانوا بيسددوا احتياجات الجميع. أحبائي طبعا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني للقناة أو من خلال فيسبوك أو تويتر أو تلقي التبرعات من خلال حساباتنا اللي موجودة في البنوك اللي هي بتعلن قدام حضراتكم دايما، تقدروا ان انتوا تقدروا تتبرعوا بيها أو ببعض الإيصالات اللي موجودة في مع بعض الكهنة وبعض الكنائس اللي هي بتقدم مساعدات للقناة. كل هذه يا أحبائي كلها متروكة لكم، موجودة قدامكم على شاشة التلفزيون. احنا بنشكركم، بنشكركم من أجل تعاونكم، بنشكركم من أجل الخدمة الروحية اللي انتوا بتقدموها للحالات، بنشكركم من أجل اهتمامكم بهذا البرنامج بالذات. وفي الحقيقة أنا بشوف قد إيه ناس بتبقى متابعة هذا البرنامج بالذات من أجل إرسال تعضيدات ومن أجل إرسال حتى يكفي صلواتهم كمان من أجل الحالات ديت، والحالات ديت كلها محتاجة صلوات أكتر من الماديات. يعني ياريت حتى اللي ما يقدرش يشارك بأي شيء لكن يشاركنا بصلواتكم، علشان نكون فعلا إحنا كنيسة كلها واحدة، بنحس ببعض كلنا، بنفرح كلنا مع بعض ونتألم كلنا مع بعض، إلى أن يكون لنا أخيرا أن احنا نستريح في ملكوت السماوات جميعا، ويومها تنتهي الأمراض وتنتهي الأزمنة وينتهي كل شيء. لكن طول ما احنا عايشين على الأرض احنا محتاجين أن احنا نكون مشاركين لبعض في كل شيء. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني بنك القاهرة بالجنيه المصري، حساب رقم 95-501-5893، بالدولار الأمريكي حساب رقم 95-601-371، بالجنيه الإسترليني حساب رقم 95-602-25، باليورو حساب رقم 95-605-110. Depositing account for Atuhibuni program, Bank du Caire, 26th of July branch or any other branch of Bank du Caire, in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number
95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. جميع مكاتب البريد المصري بجمهورية مصر العربية، حساب رقم 0100-11-00-130-9818. To make a deposit into all the offices of the Egyptian Post Office, account number 0100-113-00-130-9818.